عد بن جدلان لو سمحتي، ولا قصيدة الخلف من هدال. أوكي، هذا جديد. هذا اللي شو اسمه تمطر على دار ولي في سكنها اللي أنت قلتها هذه كلها. مو هذا جدلان؟ لا، هذا خلف بن هذال. لكن جدلان شو يقول؟ مدري، ما حفظت قصايده، لا تنكبين. الله يرحمه يغفر له. بعدين يقولون انك انت امس تقولين انا مسامحه ناصر عشان قعيد. افا، بعدين تقولين لقعيد انا اعرفك قبل ناصر يا كذابه. ما تدرين قصتنا انا وقعيد؟ لا والله ما ادري، علميني. فاضيين، ما عندنا شيء. هذا مره طلعت معاه قسط، كنت في الشارع وما وراي شيء وفك بث. المهم فيطلبني حدا غريب اول مره. عرفت السالفه بس ما بيخربها، يمكن في ناس يبون يسمعوا. كمل. اوكي، فيطلبني حدا غريب، يا اخي مين هذا؟ فقبلت. اوكي، فيطلع كذا، فاجي اطالع وانا هو يتكلم وانا ويقوم ينط ويرقص ويعمل ومدري وش مدري ايه. اوكي، يوم كان شعرك طويل. ايوه، لما كان شعري طويل. من اللي قال القصه؟ يقول انا عم احكي معاه وهو يسكتني، فيجي يقول لي اسكتي يا حرمه. قمت تركته. وليش يقول؟ وليه؟ سكتني، تخيل. ما له اي حق يقول الكلام هذا. تخيلي انه قبل امس داخل البرنامج الثاني، تعرفين البرنامج الثاني هذاك حق البثوث؟ تخيلي منزل مليونين نقطه الوحده، تقول لب عينك يا جوجو. جوجو علمت ميثا قبل شوي، علمت ميثا قبل شوي، عصبت ميثا. بعدين مبروك 3,900,000 يعلق عندك. اقول مبروك 3,900,000، تستاهلين كل خير. 3,900,000. الو ساره، ساره، الو.